الآن ننتقل لمتابعة ما يتداول في أوساط الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مع أحمد الخالد. حياك الله أحمد، وما الجديد في قنوات التواصل الاجتماعي؟ صباح الخير. صباح الخير فيصل. صباح الخير. هلا. سنحاول معا قراءة المشهد الإعلامي خلال الساعات الماضية، وسنبدأ من الإمارات حيث تصدر الهاشتاج سكاي نيوز عربية على منصة التويتر. أنا ساهمت في ذلك. نعم حقيقة كل أعضاء سكاي نيوز عربية ساهموا في ذلك، والمتابعين أيضا، يعني لدينا قاعدة جيدة جدا متابعين. نعم. على تويتر بدأت صغيرة وبدأت تكبر شيئا فشيء. طبعا جاء ذلك مع انطلاق سكاي نيوز عربية وبدء الناس بتنقل الخبر من مكان من شخص إلى آخر، وبالانتقال إلى البحرين كما نرى على الشاشة. فأحد من أبرز الوسوم المستخدمة في تويتر كان فري نبيل ناو، ونبيل هو ناشط بحريني. نبيل رجب هو ناشط بحريني، اعتقلته السلطة البحرينية، وهنا من بيروت. نعم. وهنالك مطالبات من قبل المغردين على تويتر بإطلاق سراح الناشط نبيل. بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، يايا. نعم. ما القصة؟ حزير شو القصة؟ يايا هو يايا توري، لاعب مانشستر سيتي. يايا توري بعد ما فازوا قدم له صديقه، بعد فوز المباراة قدم له صديقه شامبانيا، فقال أمام الناس أنا مسلم، يعني ما بيقدر أشرب كحول. فهذا الفيديو انتشر انتشار النار في الهشيم. نعم. في الأوساط، وبلش الناس تتنقلوا بقوة، وكان من أبرز الوسوم المستخدمة. ماذا عن الطائرة السعودية في الأردن؟ الطائرة التي في الأردن فوجئ الناس في العاصمة الأردنية عمان بوجود الطائرة في شارع المدينة المنورة في الأردن. طائرة ركاب في منتصف الشارع، طائرة ركاب. نعم. أنا تابعت ذلك في تويتر، ولدينا هذا. نعم. المشهد، دعنا نتابعه. نعم. الشاشة وراءنا هاي الطائرة، وحقيقة هي الطائرة هاي لأحد مستثمرين اللبنانيين اشتراها، وهي تعود لأنور السادات رئيس المصري الراحل. اشتراها أحد المستثمرين بهدف إقامة مطعم أو شيء، يعني معلم سياحي معين بلبنان. ضل السائق طريقه ودخل عمان في منتصف عمان، كان دائما إلى بيروت ربما. نعم هو بيروت ودخل من منتصف عمان. وأيضا في عمان برز الهاشتاج ريفورم جو، وهو يتحدث عن الإصلاحات في الأردن، مطالبة المغردين على تويتر بالإصلاحات. وعلى فكرة هذا الهاشتاج يعني لا يزال من أبرز الوسوم المستخدمة على تويتر لليوم الثالث على التوالي، ما يدل على أهميته فعلا بالنسبة للمستخدمين. فيما يتعلق أريد أن أنوه إلى الضفة الغربية في فلسطين المحتلة. الإضرابات عن الطعام. نعم الإضرابات عن الطعام للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. برز الهاشتاج بال هنجر. والجميل بالموضوع أنه بهذا الهاشتاج بلشوا المستخدمين يعطوا معلومات عن الأسرى. يعني مثلا بيقولوا لك أنه في ناس ما شافوا أهلهم من مدة 6 سنوات. أبدا ما شافوا أهلهم، يعني في أسرى لم يروا أهلهم من فترة 6 سنوات تقريبا، وطبعا بالمطالبة بتحقيق متطلباتهم وإلى آخره. نعم. بالنسبة لمصر، only in Egypt، هذا الهاشتاج، هذا الوسم حقيقة هو جميل جدا. هو أخذ منحة أحيانا، يعني تارة أخذ منحة ساخر. يعني مثلا بيقول لك أنه يعني يجي واحد بس في مصر أنك بتسمع أغنية يم سهرني لأم كلثوم بالصباح. يعني فقط في مصر، يعني فيها السخرية وأيضا الجدية في بعض الأخبار. والجدية أخذت منحة نقدي بناء أحيانا. يعني ينتقدون شيء من أجل من أجل الإصلاح والبناء. أما في ليبيا فإلكت إيجيبت، طبعا من الهاشتاج معروف إنه هو للانتخابات البرلمانية. نعم. القادمة الناس عم تتحدث عنه، تعرف شو فيه. نعم. هذا بالنسبة للهاشتاج. هذا كان آخر هاشتاج، وجميلة هذه الجولة، ويمكن لمتابعينا متابعة هذه الهاشتاجات وأيضا مراسلينا عبر تويتر. شكرا أحمد الخالد على هذه الجولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أشكرك. شكرا.